محاضرة. القضية مش محاضرة. القضية كرامة الطلبة. القضية كرامة الطلبة. عملنا الوقفة دي الهدف واحد بس، فمطالب الطلاب. احنا بقالنا في الكلية 5 سنين، بتكلم عن نفسي، وطلبة بقالها 2 و3 و4، سواء بنتهم في المبارك، سواء بنتهم في الامتحان، سواء بنتهم في تأخير نتيجة الكنترول. دي كانت بالنسبة لنا مشاكل، كانت القشة التي خصمت ظهر اللعيبة عندنا في الفترة اللي فاتت، هو إن الدكتورة تعرضت للطلبة بإهانة مباشرة جوه المدرج. ده خلى الطلبة ما ينفعش تسكت نهائي. إحنا قدمنا مطالبنا للإدارة، بقالنا 3 سنين بنقدم في مطالب. الإدارة بتقول لك هنحقق، هنشوف، هنعمل. للأسف مفيش حاجة بتتحقق. علشان كده احنا قلنا هنعمل ضغط من عندنا، هنقدم مطالبنا بطريقه هتاف سلمي، بطريقه واقفه قدام الاداره. المطالب بتاعتنا بسيطه جدا، وهي اقل حقوق الطالب. احنا بنطالب ان احنا يكون عندنا موعد محدد لظهور النتيجه، دي اقل حاجه. بنطالب ان احنا الاقتحاط اللي في كليتنا دي تخلص، لان احنا بقالنا 2 سنين دلوقتي في الهد اللي موجود ده. بنطالب ان النتيجه اقل حاجه، ان الطالب يتعامل بكرامه. ممنوع السياسه جوه المدرجات، لان دي بالنسبه لنا مشكله، لان هي بتعمل فتنه بين الطلبه. من مطالبنا كمان ان احنا عايزين الكورس اللي جوه الامتحانات، امتحان الشفا، عشان انا والدي دكتور او عمي دكتور او خالي دكتور، باخد الدرجه كامله. والطالب التاني بيدخل في الامتحان وبيطلع عينه في الاخر بيجيب صفر. موضوع الدوره سحر جالي الساعه الخميس الساعه 1 او ما بعد كده. جيت كلمت الدوره سحر يوم الخميس ويوم السبت والنهارده، والموضوع في سبيل الحل. بدانا النهارده يوم غضب الطلابي، وعرضنا مطالبنا قدام اداره الكليه والسيد عميد الكليه وكيله الكليه. قابلونا وعرضنا مطالبنا كامله، خدنا تقريبا ردود مبدئيه عن كل طلب، وهيتم عمل محضر الاجتماع لكل مطلب طلبناه، وسيتم مناقشه اتحاد الطلاب بكل مطلب منهم وكيفيه الرد عليه. واحنا بناكد ان المطالب دي هي عباره عن بدايه فقط لمطالب الطلاب اللي بقالهم 4 سنين في معاناه، وان شاء الله نكون مكملين لغايه اخر مطالبنا في الحاله باذن الله.